شعب من أسود الحياة بيغترب منه في أنحاء العالم حوالي 11 مليون شخص. شعب اللي يعاشره ويعيش معاه يحس إنه رغم الفقر بيعرف يعيش مبسوط. وهو هو الشعب اللي هرب من الفقر وشعور الغربة في وطنه وفي يوم من الأيام قال لأ. وكان أهم أسباب غضبه وخروجه للشارع لما شاف 3000 حذاء تملكه زوجة الرئيس والشعب مش لاقي الرغيف خبز ياكله أول يوم لما يقوم من النوم. يبدو إن الحكاية فيها أكتر من حكاية، هنعرفها حالا في حكواتي. أهلا بيكم. الجثمان اللي داخل الصندوق الزجاجي ده هو جثمان الرئيس الفلبيني السابق فرناند ماركوس، والهانم اللي ماسكه الصندوق وموتة نفسها بكى تبقى زوجته وبطلة قصتنا. اسمها إيميلدا ماركوس وأطلقوا عليها ألقاب كثيرة أشهرها الفراشة الحديدية. بدأنا نفهم إن اللقب ده وراه قصة كبيرة. ما هو فراشة صفة حلوة، ولكن الحديدية ما تطمنش شوية. طب ايه حكاية ال3000 حذاء اللي تسببوا في سكوت الرئيس؟ نرجع ورا شوية. هي كانت ملكة جمال ومغنية، بل وعارضة أزياء أحياناً. حبت شاب القدر جعل منه رئيس لدولة الفلبين سنة 1965. الشاب ده هو ماركوس. في بداية حكم ماركوس هي سندته، والشعب حب الرئيس وزوجته. وكما العادة الرؤساء في بداية حكمهم بيكونوا أقرب للشعوب، لكن السلطة والسنين بيكون ليها رأي تاني. إيميلدا حولت ماركوس إلى ديكتاتور وأوقعته في أزمات اقتصادية كبيرة، ووسط البلاد ما رايحة في طريق مسدود، الشعب في حتة وهي في حتة. إيميلدا بتقابل ملوك ورؤساء وتنظم حفلات استعراضية وتغني مع النجوم، كل ده والشعب شايف وبيتألم وساكت. تفتتح الملاهي الليلية وتلعب الورق وتنظم المباريات الدولية لنجوم الرياضة، والشعب شايف وبيتألم وساكت. الفراشة الحديدية تظهر قدام الإعلام والشعب مرتدية المجوهرات والماس والفساتين. الفساتين المزركشة غالية التمن وكأنها بتكيد نساء ورجال الشعب الفلبيني. الشعب شاف رفوف في قبو منزلها عليها 3000 حذاء وهو مش لاقي ياكل رغيف خبز الصبح. ودي حاشية الرئيس من المؤيدين وأصحاب الياقات البيضاء والعطور الغالية جدا. تحمل الشعب الفلبيني الكتير من المشاهد اللي فيها بذخ ولا مبالاة من السلطة. ويوم من الأيام طلع واحد يعارض اسمه بيبينو أكينو، طلع بس هو. تعالوا نشوف حصل له إيه. قتلوه أمام العالم والصحافة وعشرين ألف من المناصرين، والشعب شايف وبيتألم وساكت. قبل الانتخابات وقفت تسخر من الأرملة اللي زوجها اتقتل في المطار اللي كان بينافس جوزها، لأنها كانت بتطالب بحق زوجها. سخرت منها، الشعب كبرت في دماغه وقرر إن الانتخابات دي هيسقط فيها ماركوس. سقط ماركوس في الانتخابات الرئاسية بعد سنوات تزوير لأصوات الناخبين، لكن الشعب اللي كان شايف وبيتألم وساكت ما اكتفاش بسكوته وقرر ينتقم من السيدة الأولى قبل ما ينتقم من الرئيس نفسه. قام بثورة عرفت باسم قوة الشعب. هرب ماركوس وإيميلدا على المطار وما قدروش ياخدوا معاهم من كل الثروة دي غير شوية ملابس وحليب للأطفال. شوية وتهمست نساء الفلبين عن أحذية ومجوهرات وملابس زوجة الرئيس، عايزين يفهموا كانت عايشة إزاي وعندها إيه. تيجي لجنة الحكم الرشيد، لجنة مختصة بحصر ثروة ماركوس وزوجته، 10 مليارات دولار داخل الفلبين،
$600 مليون في بنوك سويسرا، ياقوت وتيجان ماس ب$8 ملايين، وفي النهاية خصصت الدولة جزء في متحف القصر الرئاسي لعرض حقائب وملابس إيميلدا. أحذية وشنط وملابس بقت مزار في متحف. القصة ما انتهتش. بعد فترة رجعت إيميلدا تاني للفلبين تطلب بممتلكاتها وكأن شيئاً لم يكن. العجيب إنها نالت تعاطف الكتير من الفلبينيين، والسبب في اللي كانت بتوزعه. تعالوا شوفوا بتوزع إيه. حتى أنت يا فلبين، رز وسكر. نسيوا وصدق المثل اللي قال القط مش بيحب إلا خناقه. دمتم بخير ونشوفكم على خير.